عند ربنا عند ربنا عند ربنا عند ربنا عند ربنا حرك العربية يا محمود يلا يلا محمود هنا كما تشاهدون طواف الجثمان بعد قراءة الفتحة له بحضور رئيس جامعة القاهرة من داخل حرم الجامعة. استنى بقى العربية دي لحظة يا فندم. هناك ما تشاهدون مشاهد لم نراها من قبل. من داخل حرم جامعة القاهرة يودع الأحباب والأصدقاء ورئيس جامعة القاهرة. حسن تمام يلا تمام خش يا حسن.
هنا تودع جامعة القاهرة الدكتور حسن حنفي المفكر الكبير. من أمام جامعة القاهرة ومن داخل الحرم الجامعة القاهرة ننقل إليكم طواف جثمان الدكتور حسن حنفي. بشكركم للمتابعة، كان معكم عزوز الديب